أنا اسمي محمد صادق، أنا خريج القصر العيني دفعة ديسمبر 95. اتخرجت زي معظم الناس اللي قاعدة قدامي، ما أنا ما كنتش عارف أعمل إيه في حياتي. مرة واحدة بعد ما كنت عمال بذاكر وبعمل وبمتحن والسايكل المعتادة بتاعتنا، لقيت نفسي مخلص امتياز وأنا مش عارف أعمل إيه. يعني طب وبعدين؟ هو الناس دي بتعمل إيه؟ ما كانش عندنا أيامينا إن الناس تقعد معانا وتقعد تحاول تفهمنا الوضع ولا الدنيا ماشية إزاي ولا الكلام ده. لقيت بعض من الناس زمايلي دفعتي ابتدت تتكلم على اليو اس ام ال اي. لقيت بعض من الناس ابتدت تتكلم على اليو اس ام ال اي، اوكي نروح نجيب الكتب ونقعد نذاكر وبتاع ونقعد نحل ام سي كيوز ومش عارف ايه. وقت الجد لا يا عم، ايه اللي هيخليني اسافر واتغرب ومش عارف ايه، وانا اهلي كانوا في السعوديه وطول عمري بتغرب، لا خليني قاعد هنا في مصر. طيب اروح فين في مصر؟ تفتح ذهني عن ان انا اخش حته فيها سيستم هيضمن لي ان انا اتعلم، هيضمن لي ان انا اشتغل، هيضمن لي ان انا الى حد ما ابقى في مستوى اجتماعي معقول كويس. فدي كانت بدايه رحلتي اللي هي تنقسم لاجزاء كتيره، ممكن تجيب لكم شويه انفصام في الشخصيه كده. اول حاجه انا دخلت الجيش كمجند عادي خالص. بعدين لقيت نفسي طب ما انا كده بضيع وقت في الجيش، طب ما انا اخش في الجيش كضابط طبيب ابتدي اتعلم واشتغل في مستشفى من مستشفيات القوات المسلحه اللي عماله كانت بتتفتح كل شويه مستشفيات هنا وهنا وهنا. رحت سحبت الملف، قدمت الملف واتقبلت. واسطه؟ لا. انا خلاص انا خرجت من الجيش. ما اعرفش انا، يعني انا مش هينفع ان انا اعرف نفسي مظبوط، فانا هسيبكم تتعرفوا عليا في الكام سلايد اللي انا حاططهم دول. انا عقيد طبيب متقاعد او معاش محمد صادق. انا كنت في القوات المسلحه لغايه 2012، من اول ما اتخرجت لغايه 2012. لما دخلت الجيش انا كان تقديري العام جيد جدا، من الناس اللي هي يعني تعتبر فاشله في القصر العيني. ما كانش ليا لا نيابه ولا طبيب ثالث ولا الكلام ده. بس لما دخلت الجيش خلاص احنا استبعدنا الناس الاوائل، مفيش حد من الاوائل داخل الجيش، فانا كان يعني تقديري يعتبر من الناس الكويسه العاليه شويه. كان قدامي تخصصات كتير. فقعدت التخصصات اللي كانت زي اللي انتوا قاعدينها دي دلوقتي، انا مش عارف اشتغل ايه، مش عارف اختار انهي تخصص. قدامي جراحات، قدامي بطنات، قدامي معمل، قدامي أشعة. معرفش يمكن تأثرا بأفلام أجنبية زي أوت بريك بتاع داستن هوفمان، ولا كان أيامينا زمان أنا قديم شوية كان في فيلم اسمه أندروميدا، فقلت آخد تروبيكال. ودي الحمد لله كان اختيار سليم بالنسبه لي من وجهه نظري انا الشخصيه، لان فتح لي مجالات كتيره قوي زي ما انا هحكي لكم دلوقتي. دخلت الجيش تروبيكال، حضرت ماستر تروبيكال وشويه دبلومات كده هنتكلم فيها. طيب خلينا نتكلم الاول على الجيش. الجيش في اي تخصص انت دخلته في الجيش، من اول جراحه مخ واعصاب لغايه صحه عامه ايا كان الترتيب اللي انتم مرتبينه في دماغكم، الجيش عباره عن السلايد اللي قدامكم ده. انا من ضمن الحاجات اللي انا اشتغلتها حاجه اسمها كواليتي. كواليتي غيرت لي طريقه تفكيري شويه، بقيت ان انا اي حاجه بحطها على هيئه جدول زي اللي قدامكم ده. ده احنا بنسميه حاجه اسمها سوات اناليسيس،
spot analysis design is strengths, weakness, opportunities or threats. في نقاط قوة في ان انت تبقى في الجيش. انا بتكلم على الجيش مش كضابط بس. انا بتكلم على الجيش كضابط، كمكلف، كمتطوع مدني او مدني بعقد يعني. فبالنسبة للميلز او الفيميلز نفس الكلام. مش كل سنة بيطلبوا فيميلز دكاترة، بس لما بيطلب كمية. هي بيني وبينكم يعني احنا ما بنحبش، احنا كدكاترة رجالة ما بنحبش ان في فيميلز يخشوا عندنا، مش عشان حاجة غير ان هم هياخدوا اماكننا في المستشفيات اللي في القاهرة وحلمونا احنا في الصح. بالضبط. نقاط القوة في الجيش، انت هتتعلم وهتتعلم كويس وكويس جدا. نقارنها بالجامعة، انت هتتعلم زي الجامعة. ويمكن انا متحيز شوية للجيش، هنقول ان انا هتعلم احسن من الجامعة كمان، خاصة في بعض الحاجات التريكات زي مثلا التروبيكال بتاعي او جراحات، لان انت بتتعامل مع اصابات ونوعيات مختلفة من التروما، وطريقة تفكير وطريقة ترياج مختلفة عن الجامعة. هتتعلم كويس اوي. هتقول لا انا مش في مستشفى تعليمي، لا انت في مستشفيات تعليمية كبيرة جدا بتاعت الجيش. انت بتتعلم على جميع النوعيات اللي تخطر على بالك، مش على ضباط بس. احنا دلوقتي المستشفيات بتاعت القوات المسلحة كلها مفتوحة لكل فئات الشعب، ضباط، عساكر، مدنيين، كبار، صغيرين. ابتدى يتفتح عندنا مجالات مختلفة وتخصصات جديدة ما كانتش داخلة عندنا قبل كده. سكيلز